يلا بقى ابوس رجلك، انا تعبت 100,000 مره. طب انا اغمض عيني واعملها، 1 2 3 جت. ابوس رجلك، عملتها وانا مغمض. وبمناسبه رجوعنا للمدرسه، فعبده مندو النهارده هيوريكم هو ايام المدرسه. ايوه يا شباب، انا العصايه اللي ماشيه تحت ديت اللي بامد مخصوده ديت يا شباب، شايفينه ماشي عامل ازاي المعوج دوت؟ ده بيمثلنا ايام الدراسه. فمهمتي النهارده ان انا يا شباب المفروض اهرب من المدرسه، بس قبل ما اهرب منها فعبده مندو قرر ان هو يفجرها الاول عشان الواحد ياخد اجازه ابديه وما يروحش مدرسه تاني. ووروني بقى يا شباب كم واحد بيحب المدرسه يا شباب، هيعمل لايك للفيديو ده. انتوا فاهمين ها؟ وانا بتحداك ان انت تعمل لايك وانت مغمض عينيك، 1% بس اللي هيجيبها من اول مره. ولو ما كنتش مشترك في القناه فيلا حالا انزل اشترك وفعل زرار الجرس ويلا بينا على المدرسه. ازيك يا عبدو اماندو؟ عامل ايه؟ منور عبدو اماندو. بص عبدو اماندو دلوقتي داخل المدرسه يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا شباب احنا دخلنا المدرسه، اهو جرس الحصه الاولى ضرب. نعمل ايه يا شباب؟ نروح الفصل ولا نعمل افعال شريره؟ طبعا احنا عارفين هنعمل ايه. احنا نروح الفصل؟ لا، نعمل اعمال شريره. بص يا شباب بقى الجنان بتاع عبد المنضو زمان وهو صغير، بص وراه بالشنطه. الله، مش رايح مدارس تاني اصلا. حاسب كده معانا ايه يا شباب؟ معانا سكوتر متركب فيه صاروخ، ومعانا بتاع اللي هو بيحفر الارض دوت. هنستخدم ايه؟ نستخدم ايه عبد ممدو بدماغك الجميله ديت كده؟ فكروا يا شباب معايا، واللي عايزني يا شباب اختار حاجه يكتبها لي تحت في الكومنتات ونجربها يا شباب في اجزاء تانيه. احنا ممكن يا شباب نختار السكوتر ابو صاروخ. طبعا يا شباب السكوتر ابو صاروخ ركبناه وطرنا يا معلم، والسلام عليكم. ايه ده؟ الحارس قفشني بتاع المدرسة يا شباب. حول الله يا رب. تعالى يا شباب نعمل محاولة تانية يا شباب، تعالى يا شباب نعمل محاولة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا، خلاص السكوتر كده يا شباب مش شغال. يعني احنا ممكن نجرب مين؟ الحفار دوت يا شباب. ان شاء الله يعني هنحفر تحت الأرض ونطلع من المدرسة من حتة تانية. يعني هنحاول نهرب من المدرسة يعني، بس نعمل لهم خور من الأول في المدرسة يا شباب. أوب. أوب. لا راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ ولا ده نزل تحت الارض، ده نزل، ده راح للشيطان يا عم ده، ولا راح فين ده؟ يولوز انا خسرت. الظاهر كده يا شباب فكره فاشله جدا. هو حد يحاول يهرب من المدرسه عن طريق الحفر يعني. ده بص ده اخره، هيقع تحت الارض ومش هيحصل له كويس يعني. تعالى يا شباب نخش الحصه احسن يا شباب بكرامتنا. لا لا لا، ارجع ارجع حبيبي، ارجع عبد المنضو، ارجع عبد المنضو، ارجع عبد المنضو. هنخش الفصل، بس اتاكد يا شباب ان انا قبل ما اخش الفصل ان انتوا كلكم كده عملتوا لايك كده والصلاه على النبي، وتنزلوا تحت في الكومنتات صلوا على سيدنا محمد. يلا يا شباب، يلا يا شباب بسرعه يا شباب، كله ينزل تحت يا شباب وصلوا على سيدنا محمد قبل ما نخش الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بص شباب قدامنا هنا شباب 4 فصول، بس قبل يا شباب ما نخش اي فصل فيهم، عايزك كل اللي بيتفرج على الفيديو دوت يبعت الفيديو لصاحبه ويقول له بقى عبد المنضو بس بيفكرك بالمدرسه. يعني الحمد لله يعني ان احنا راجعين. طبعا يا شباب معانا هنا حصه الكهرباء والكيمياء والموسيقى والسله. احنا يا شباب نخش حصه الكهرباء ونعمل ماس كهربائي ونولع في المدرسه كلها. يعني ان شاء الله هنلاقي جوه ماس كهربائي ونولع فيه. ايه ده؟ الاستاذ بيلي بيلي. سمعت الاستاذ علي بيسالني بيقول لي بري بري بري. ما علينا ما علينا، ده لو انا عامل تحدي الضحك في الفيديو دوت اقسم بالله اخسر على طول من كتر الضحك اللي هتشوفه في الفيديو ده. ماشي، بيقول لك ايه؟ طور زائد قرنين اللي هو الكائن اللي بقرون زائد الغزاله ديت تقريبا، وغزاله بريه وجاموسه، ايه الباقي بقى؟ حصان او اكيد كلها قرون، يبقى دوت ابو قرن صح. اجابه صحيحه يا شباب، والله كويس. بيقول لك جمبريايه ونجم البحر وسمكه. يا شباب الاجابه بتاعتها يعني مش عارف والله، يعني المفروض الجمبريايه ونجمه البحر والسمكه يبقى معاها الاستاكوزا ولا العقرب ولا الذبابه؟ تقريبا الذبابه. لا اكيد يعني انا مش كده يعني، يعني ذكي طبعا. ايوه صح صح يا شباب صح. ومعانا هنا يا شباب دلوقتي 3 اسئله، في تليفون تليفون تليفون، يبقى نكملهم بتليفون. واو، الاستاذ اعجب بذكائي، اداني كام من 10؟ ايه ده؟
كده اكس يعني اوه 3 نجوم، اديني 3 نجوم على الفصل اللي بعده بسرعه يا شباب، اعمل لايك بسرعه، عايزك تعمل لايك يا شباب. ده احنا طلعنا شطار في المدرسه. لا خلاص شباب انا قررت اقعد في المدرسه، ده حصه الكيمياء ان شاء الله، ان شاء الله مش هنفجر المعمل. بص يا شباب، اول حاجه يا شباب هو ايه ده، السؤال بيقول لي ان احنا عايزين نعمل السائل دوت شباب اللي في تارجت 1. طيب يا شباب هات كده اللون الاحمر دوت، سيبوني انا عالم كيمياء قديم. حط يا ابني السائل الاحمر ده، هات سائل اخضر، يلا يلا هات الاخضر، يلا عيب عليك، انا بصنع مفاعلات نوويه. ايه ده غلط، ايه الكسفه ديت يا شباب، والله انا 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 كان قصدي هم اللونين بس. خلاص الشباب احنا هنجرب ال 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 ايه ده، في ايه، في احنا رحنا فين؟ او ماي جاد، انا عملت قنبله ذريه فجرت الكوكب. طردني من الفصل. بقول لكم يا شباب بلاش حصه العلوم، بلاش حصه العلوم عشان نفجر المجره كلها. تعالوا يا شباب نخش حصه الموسيقى، احنا طبعا صوتنا جميل في الغناء. ايه انا يا انا يا تعبني، ايه انا يا انا يا خانقني. ايه ده دي جي، ايه ده سمعت صوت الراجل، سمعت صوت الراجل يا شباب بيقول لك اسف اسف العب على الموسيقى، سمعني اللحن بتاعك ماشي. دي جي عبدو ماندو، اعمل ايه طيب، ادوس فين، ادوس فين، حاسب كده وش باغي تكون حسود اللي وراك وش قدامي. ايه ده المفروض انا اسمع اللي قاله ده، طب انا نسيت انا ما ركزتش، استنى كده تن يلا تن صح غلط. اطلع بره، اطلع بره يا ولد. بيضرب ليه ده، ولا استاذ تضربني، لا استاذ ده طردني طرده ملهاش لازمه. يلا بينا يا شباب على حصه الالعاب. بص شباب هدفنا شباب في الحلقه ديت ان احنا نجمع كل النجوم اللي انتم شايفينها فوق، فانا دلوقتي شباب هخش حصه الالعاب عشان نجمع النجوم طبعا يا شباب ونختم كل النجوم اللي موجوده في اللعبه. مدرس الرياضه بص شنبه اكبر من حياتي، يلا يلا لازم يا شباب نجيبها في النص ولا ايه؟ اوبا اطلع بره، انا اسف انا اسف، هجيبها المره الجايه يا شباب، هجيبها المره الجايه، معلش شباب نجرب تاني يا شباب. السلام عليكم مستر باليه، بعد اذنك انا عايز اجرب تاني حظ يا مستر، بعد اذنك. اوبا اوه جبتها جبتها، ايه ده واحده تانيه اصعب، اوبا ده 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 كده يا استاذ، ده خم ده خم كده يا استاذ، اوب ما مش عايزه تقف يا استاذ، مش عايز اوب جبتها، في تاني في تاني، اوب صعبه قوي ده يا استاذ، دي صعبه يا استاذ، ما هي صعبة يا استاذ، اديني فرصة حتى يا استاذ اللي بتاع وري 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 فيها يا استاذ، مش شنبك دوت اللي عايز يتقص بكريت جز العشب، يا جدعان ده يا جدعان بذمتكم. طب اللي عنده مدرس شبه دوت يا شباب اكتب لي تحت في الكومنتات بقى، يلا يلا بقى يا عم استاذ الالعاب انت، تعالى يا عم نجرب تاني يا عم بقى ونشوف الحوار ده. معلش يا استاذ اديني فرصة تاني يا استاذ، ماشي معلش والله يا استاذ يعني اخر فرصة يا استاذ، ما عرفتش تردني، يلا الأولى يلا 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 مش عايزه تيجي ليه، انا دوست اوب مش يا عم انا بدوس والله، اوب استنى شباب اوب يا عم انا بدوس والله، اوب 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 في ايه يا عم في ايه، اهي الحمد لله جت الحمد لله. يلا الاخيره بقى الصعبه، واحد اتنين تلاتة، ركز يا عبدو ماندو، لا بعيده دي صعبه، ما هي صعبه يا استاذ صعبه يا استاذ والله، انت بتاع شغاله زي الطياره. خلاص يا جدعان تعالى نروح نشوف حاجه تانية نعملها في المدرسه، تعالى نفجرها تعالى نفجرها. ايه الزرار اللي ظهر جديد ده يا شباب، ايه ده، تعالى كده شباب نشوف الزرار اللي فتح جديد دوت، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه ده الدكتاتور، مين الدكتاتور ده، مدير المدرسه، اوف يا جدعان مدير المدرسه يا جدعان كله ضرب وتعظيم سلام. ايه ده بيقول ايه ده في ايه، بص شباب هو بيراجع ورايا، بيراجع بيراجع، ده انا فجرت الكوكب في حصه الكيمياء والموسيقى، بيراجع درجاتي بيراجع درجاتي. طب يا شباب كل واحد شباب حصل له موقف يا شباب مع مدير المدرسه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ايه ده ايه ده، انا نجحت انا نجحت انا نجحت انا نجحت، ده الواد فرح وطار، ده احنا كده شباب كسبنا ولا ايه، مش ممكن يا جدعان. دلوقتي شباب احنا هنكمل يا شباب بقيه الحاجات اللي فاتتنا عشان احنا جمعنا نجوم. يلا شباب معانا يوم تاني في المدرسه، يعني نروح الحصه ولا نعمل اعمال مجنونه، نعمل اعمال مجنونه طبعا يا شباب، ورمي الشبط ده مش فاضلكم يا مدرسه، انتوا فاكرين اني جاي ادرس هنا ولا ايه؟ ومعانا شباب الزرار ده، تعالى يا شباب نشوف الزرار ده هيفجر المدرسه ولا هيعمل ايه؟ انا هدفي تفجير المدرسه، احنا اشترينا بالنجوم اللي احنا جمعناها من الحصص، كل ما نحتاج نجوم يا شباب نروح يا شباب نجيبها من الحصه وهنشتري
السلم، يعني احنا بنشتري لها، فاضل لنا الشباب 5 نجوم ونشتري المفاتيح ان شاء الله هنعملها الحلقه دي. دلوقتي شباب نجرب شباب تفجير المدرسه. ايه ده؟ ايه ده؟ فتح لي بوابه، فتح لي بوابه زمنيه. اوف ده اتشفط جوه. او ماي جاد، ده راح الفضاء. الله يرحمه مات. ده بص يا جماعه طار. شكرا. خسرنا، متنا، متنا. بيقول لي البوابه الزمنيه ديت ودتك في حته تانية خالص. طب تعالى الشباب كده نجرب السلم اللي قال اشتريناه ده. بقول لك ايه يا واد، انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بالسلم ده؟ ايه ده؟ هيعمل ايه يا شباب؟ اوف، او ماي جاد، او ماي جاد. راح فين ده؟ يمين ولا شمال ولا تحت؟ تعالى نكمل على طول، تعالى نكمل على طول. ده في واحد ميت هنا شباب من زمان كان بيحاول يهرب. زي شفتوا يا جماعه اخرة اللي يهرب من المدرسه، اوعى حد يهرب من المدرسه، واهتموا بدروسكم عشان خاطر تنجحوا في حياتكم. طب نكمل على طول ولا نخش من الشراعه ديت؟ تعالوا شباب نخش من الشراعه ديت، يلا نجرب كده. هوبا، ايه ده؟ انا نزلت فين؟ بيقول لي اختيارين، نستخدم الكرتونه ولا السلم. طب تعالى نستخدم السلم كده يا شباب. انا ما بقتش فاهم حاجه، بس احنا ماشيين معاه وخلاص. ايه ده؟ عبد المنطق اتكسر بيا وقعت، رقبتي اتكسرت. تعالى نجرب الكرتونه ولا نعمل ايه؟ تعالى كده يا شباب نجرب تاني. معلش معلش معلش، نجرب تاني يا شباب عشان انا كنت عايز اتاكد بس من الحاجات اللي باقيه اللي احنا ما جربناهاش، يعني اللي متوقع حاجه يقولها. شباب بص، في العاب من دي كتير، لو الفيديو ده توصل ل 50,000 لايك بجد هنزل لكم منها كتير ان شاء الله تعجبكم. تعال ننزل تحت، تعال نشوف في ايه تحت، تعال نشوف في ايه تحت. انزل كده يا ابني تحت. انا وقعت في مكتب المدير. السلام عليكم، ازيك يا مدير؟ عامل ايه يا مدير؟ منور والله يا مدير، والله العظيم انا بس قلت عدى اسلم عليك كده مدير ولا حاجه. عملت لايك يا مدير؟ المدير اعمل لايك يا المدير. ماشي يا مدير، ماشي يا مدير. نجرب يا شباب تاني يا شباب. نخش بقى ايه من طريق اللي هو على طول ونستخدم الكرتونه. بس على فكره كان في طريق تاني غير الطريق اللي كان فيه الكرتونه والسلم اللي احنا وقعنا من منوره. حاج شمعه، بص يا جماعه الراجل ده ميت هنا بقى له 15,000 سنه، يعني منور لنا بالولاعه اللي في ايده ده. كان بيحاول يقرب زينا. في ديناصور هنا يا جماعه، اكتشفت ديناصور. عبد المنطق اكتشف ديناصور. بلاش ننزل يا جماعه في البلاعه ديت احسن، احنا نكمل على طول. هنخش جوه، هنلاقي جوه، هنلاقي الكرتونه. احنا ممكن ناخد الكرتونه ديت شباب. هات الكرتونه، هات الكرتونه، هات الكرتونه، هات الكرتونه. ايه ده؟ ايه ده؟ لقينا حبل وطفايه حريق. هات طفايه الحريق، هنعمل بيها ايه؟ نستخدمها وطار. هربنا؟ او ماي جاد، هربت من المدرسه. انا فري، الحمد لله، واخيرا شباب فعلناها. يلا شباب نجرب طرق تانية يا شباب، لسه في طرق كتير. احنا شباب جربنا كده الطريق من هنا، وهننزل بقى شباب في الطريق اللي تحت ده. شوف الطريق اللي تحت ده هيودينا فين. افتح يا ابني كده الباب ده. ايه ده؟ وقع فين؟ او ماي جاد، يا ريتني شباب ما وقعت هنا. بص هو طلع هنا، المفروض بننزل هنا عشان خاطر ناخد الكرتونه يا شباب. الحل كان الكرتونه وطفايه الحريق. تعالوا يا شباب بقى نخش ايه، نخش الفصل كده يا شباب ونشوف احنا هنعمل ايه في حصه الكيمياء يا شباب، بدل ما نفجر كوكب الارض تاني يا شباب. تعالوا يا شباب كده ايه، نجرب حصه الكيمياء. H2O SO. ماشي يلا بينا يا شباب. بيقول لي يلا اجلس هنا واعمل الاختبار ده. عايزين نجمع يا شباب اللون دوت. اللون دوت تقريبا هيبقى ما بين الازرق والاخضر على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد، يعني على حسب. انا عندي عمى الوان اصلا، بس هجرب يعني. تعالوا كده شباب. جبتها، يس الحمد لله. ده صعب ده، تقريبا دوت ازرق واحمر، صح يا شباب؟ ازرق واحمر. تعال، مع اني عندي عمى الوان يعني، بس ان شاء الله هجيبها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ازرق واحمر، ازرق واحمر. جبتها شباب. يلا شباب النجم. دوت ايه ده؟ ده صعب دوت، تقريبا ازرق واخضر. احنا يبقى دوت ازرق. ثانيه واحده مع اصفر يا معلم. ده ازرق واصفر، صح كده؟ ازرق واصفر، ازرق واصفر. ايه ده؟ غلط، المفروض ازرق، المفروض احمر واخضر. احمر واخضر يا شباب، انا اتلخبطت يا شباب. نجرب تاني. عايدين نتيجة يا شباب بعد ما انا عملت اللي انا غلط. كوكب الارض مفجر تاني يا شباب، الحمد لله انا جت على قد كده. المفروض بقى يا شباب نجيب اللون الاحمر، صح كده؟
مع اللون الاخضر. ادينا اللون دوت، والمفروض ادينا برتقاني اصلا. اوه صح يا شباب، اوه الاستاذ مبار قال لك ما هذا الولد الذكائي الخارق اللي عنده دوت يا شباب. اداني اكس برضه، يعني اكس ديت معناها يعني شاطر. قفلنا يا شباب التلات نجوم. تعالوا يا شباب نشوف حصه الموسيقى ديت عشان نشوف حوار الاغاني دوت هيعمل معانا ايه. يعني يا شباب يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك يا استاذ عندليب؟ يا عم عبد الحليم انت عايز ايه؟ نغني؟ ماشي يلا سمعنا يا باشا المعزوفه. 1 2 3 4 5 ماشي. 1 2 ايه ده؟ غلط. لا بص صعب، انا ما بحبش الحاجات دي. اطردني اطردني، اضرب اضرب على دماغي، اضرب اطردني. ما الحس يا جدعان، ما بحبش الموسيقى اصلا. انا بروح حاسه الموسيقى دي اخدها العاب اصلا. فاكر بلاش. يلا بينا يا شباب، شوف احنا جمعنا كام نجمه. يلا بينا يا شباب وبدايه يوم جديد. بص بقى يا شباب هنعمل ايه. احنا شباب دوسنا هنا. بص شباب لقيت ايه؟ لقيت ان هو بيقول لي ممكن تدوس على البتاعه ديت يا شباب يفتح لي حاجه. تقول لك يا شباب نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم، افتح بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ ده فتح لي باب سري، باب سري شباب. ماي جود، ايه ده؟ خزنه وعنكبوت، وخزنه 1 2 3 وعنكبوت. ايه ده اعمل ايه؟ ما هو الباسورد 1 2 3. انا اخلاق يعني، انا مش فاهم انا. ايه ده؟ ايه ده؟ طب اكتب كام؟ انا مش فاهم. 0 1 2 3 حلو. لا ما انت ما تقوليش اقعد ساعه اجرب بقى. ايه ده؟ جربت يا شباب 3 اصفار فتحتها. اوه ماي جاد، والله جت بالحظ. استنى كده، ده ايه اللي لقيته؟ لقيت بيضه ذهبيه يا شباب، شكلها حاجه غاليه قوي. دي تديني كام نجمه ديت؟ ايه ده بس؟ في فلوس يا اسطى وفي حاجات كتير. ما انت سبت كل ده ومسك في البيضه الذهبيه. انا مش فاهم ايه ده يا ابني التعبيط يا ابني. ما هو ايه ده؟ احنا كده بقى معانا بيضه ذهبيه. اللعبه ديت فيها ان انت ممكن تجمع 3 بيض ذهبيه عن طريق البتاعه ديت. عشان نفتح ديت محتاجين نجيب نجوم، وانا مش معايا غير نجمه واحده. فالحل عشان نجيب النجوم ان احنا نروح نخلص الحصص. تعالوا يا شباب نخش للاستاذ بتاع ريب 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 ريب. اهو بص هيقولها اهو. بصوا بصوا ماشي يا استاذ. لعبه جديده يا شباب، هنجمع اجزاء الشطرنج، اكيد الحصان يعني يا شباب. هنجمع اجزاء التليفون، هنجمع اجزاء اللمبات. ايه ده ثواني، دي صعبه. شاحن ولا بطاريه ولا شمعه؟ هي كل حاجه بتنور. واو انبهر من ذكائي. يلا اديني نجوم بقى يا اخي بقى. مفيش غير مدرس الموسيقى يا شباب هو اللي ليه عنده نجمتين اقدر اخدهم. تعالوا بقى كده يا شباب نسمع المعزوفه ونركز. ده وامشي 2 وامشي 2 وارجع 2. تعالى كده يا شباب نجرب. ده 1 2 صح؟ لا ده 1 2 كان ده ولا ده؟ ايه غلط. نجرب تاني يا شباب، معلش سيبنا نركز. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 بس كده. سيبني بقى اعملها. 1 2 3 ادي 4 ادي 5. اوه صح، انبهر من ذكائي طبعا. عيب عليك يا استاذ، ده احنا استاذ احنا عندليب برضه يا استاذ. 3 نجوم، ده احنا خدت النجمتين. حاسب كده حاسب كده. تعالى يا شباب نحل اللغز التاني يا شباب. افتح يا باشا البيضه ديت. ايه ده؟ عند الشيطان في لغز يا شباب. انزل له بسرعه، انزل له بسرعه، انزل بسرعه. الراجل الابليس اللي قاعد بتاعك دوت. اوف في حاجه اتكسرت هنا. دي بقى احفر له احفر له يا شباب. ايه يا جدعان اللغز دوت؟ الاقي بيضه ذهبيه تاني ولا ايه؟ انزل. بص يا شباب عمال يحفر في الارض لحد ما ايه يا عم كل الحفر ده. او ماي جاد، نزل هيولع اهو، هيولع. ايه ده؟ دوس بقى على الشيطان. ايه ده؟ اهو اهو اهو، ده صغر اتحول لبيضه. اخدت البيضه، البيضه الذهبيه بجد؟ طب ايه البيضه ديت؟ ما مش ذهبيه. ايه ده؟ الفضيه. يبقى كده شباب فاضل لنا البيضه البرونزيه. طب دي نجيبها منين ديت يا شباب؟ طيب دلوقتي انا اجيب فرخه بضالي ديت ولا انا اعمل ايه؟ طيب يا شباب ما فيش سر، ممكن يكون السر في الزرعه ديت. انا شاكك في الزرعه ديت. ايه ده يا عم انت دخلت فين؟ الحل الوحيد يا شباب ان انا اعدي من اختبار كره السله الصعب جدا. طبعا يا شباب البتاع يبقى شغال طياره، بس ان شاء الله هنحاول نعديها. هوب هوب، استنى يا شباب. هوب ايوه، الاولى جت الاولى جت. ركز بقى يا ماندو، ركز يا ماندو، ركز يا ماندو. هوب الثانيه جت، ركز يا ماندو. اصعب واحده. 1 2 3 4 5 6 ها هو 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 يو.
ان شاء الله هتيجي ان شاء الله هتيجي ان شاء الله هتيجي. اوب يو بقى ان شاء الله يا شباب هتيجي المره دي. بسم الله الرحمن الرحيم، استعنا على الشاء بالله. يلا بقى ابوس رجلك، انا تعبت 100,000 مره. طب انا غمض عيني واعملها، 1 2 3 جت. اوه جاد، عملتها وانا مغمض بعد اكتر من 100 محاوله. اوبا يا عم، اوبا يا عم، والله لا كويس ان انا بصور، والله انا مش مصدق نفسي، عملتها والله وانا مغمض عيني بالحظ يا جماعه. طول ما انا مركز ما كانش النتيجه، عملتها بالحظ اقسم بالله. او ماي جاد، ايه ده يا شباب، ايه ده، خلصت كده كل النجمات صح؟ ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهم حاجه يا شباب تكونوا عملتوا لايك يا شباب، وبعتوا الفيديو دوت لاصحابكم. بص شباب، احنا نفتح شباب هنا ونخش شباب على البيضه ديت، نشوف بقى السر فين. ايه ده، في الحمام لازم نخسر؟ ايه ده، ده في انهي حمام ده؟ انا مش فاكره قوي يا شباب، بس دوت تقريبا كان بيجي عن طريق السر. لازم اشغل المفاتيح. تعالوا يا شباب نخش على مكتب المدير علشان خاطر نبقى كده ختمنا اللعبه ان شاء الله. ازيك يا مدير، ازيك يا مدير. يلا يا مدير، بص جايب لك كل النجوم وجاي لك، جايب لك كله وجاي لك. ايوه راجع راجع ورايا. بص يا شباب هيديني 1000 من 1000 المفروض، يعني انا بص مختم المدرسه، يعني بص ما سبتوش حاجه غير لما جبت لي في الدرجات النهائيه، حتى السله دي عملتها وانا مغمض عيني. يلا اتصدم، اتصدم من درجاتي، خرجني، قال لي انت كده خلاص اتخرجت، ما تجيش هنا تاني، انت عبقري، بقيت رائد فضاء خلاص. يلا اتكلنا عليك يا رب. يلا يا شباب اشوفكم يا شباب ان شاء الله في المدرسه على خير، اهم حاجه شباب تهتموا بدروسكم ومذاكرتكم، واهم حاجه تكونوا مشتركين في قناه عبد موندو، ده الاهم يعني. ماشي شباب، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.